ولهنا على صوت البحر والنهام، ولهنا على الزبيدي والهامور والنقرور والشعوم، ولهنا على صوت المنادي ينادي. طب هربان ليه؟ هناكل سمك في رمضان ولا لا؟ والله العظيم العشاء زي ما انت شايفه، هو يعتبر اللنجات ديت كلها واقفه ماشي. طبعا الصيد في البحر قليل، اللي هو اللقطه اللي الشغل اللي هو ماشي، اللي هي الطراريد اللي هي الصغيره، بيدشوا مثلا بره حسب الرزق بقى، ممكن يجيب، ممكن زبيدي، ممكن يبياح، صبور، الرزق اللي موجود في الميه بيجي. بس حاليا دلوقتي اغلبيه الصيد كله يعتبر واقف، جو تعبان خالص على الكل. ايوه قبل كان في حريه شويه عن كده، كنت بتشتغل براحتك، بتنام براحتك، بتروح البحر براحتك في اي وقت، انما حاليا كل حاجه بالوقت. انتوا ساكنين فين؟ في لانجدي. يعني بتدخل بتطبخوا وبتاكلوا؟ بتطبخوا وناكلوا في المركب. يعني ساكنكم في، انتوا ساكنين في المركب نفسه؟ في ناس ساكنه في المركب، الجماعه اللي هم دول ساكنين في الايه؟ احنا ساكنين في السكن اللي هو بتاع المجالس دي. فالناس، في ناس قاعده في المراكب هنا، يعني ايه؟ اللي هم تبع اللنجات، اللي هم ايه؟ اللي هم اقامتهم على اللنجات، ده اللي يعني ما لهمش سكن في الايه؟ في المجالس. بتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي قاعد حارس على المراكب. حارس ايه؟ حارس هنا على المراكب هنا. قاعدين تحرسوا المراكب؟ طب بتقضوها ازاي؟ دلوقتي في ناس بتطلع بتدش في البحر، في بيجيبوا حسنه بتاع، بيجي يخلص عندنا بيخلصوا طرحه ولا حاجه. بناخد مثلا منهم السمك ده بتاعنا وبياخدوا هم بعضهم يمشوا. والناس انا شايفه في ناس قاعده تسكن عليها، ساكنه عليها. مش كله، كل مركب مثلا في مجموعه 10 مراكب، انا من ضمن الناس اللي قاعده فيه. ساكن في المركب. ومعظم المراكب فيها ناس، وفي معظم المراكب ما فيهاش. وشلون تاكلون وحار والجو حار؟ انا بس اكل عيشنا جدا، اكل عيشنا جدا، اكل عيشنا جدا.